إشكالية اليوم بتشهد شراكة حقيقية بين الأهلي وشركة وي، ولسه كمان المفاجآت قادمة. شركة وي بتبذل جهد واضح وبتوفر إمكانيات كتيرة جدا لتحقيق أحلام جماهير الأهلي. الشركة اللي واقفة مع النادي الأهلي ومع جماهيره العظيمة، وأخذت كمان على عاتقها إسعاد الجمهور الوفي. مش بس حطت اسمها على تيشرت الأهلي في تعاون رائع، لا كمان شاركت وبتشارك في تطوير قناة الأهلي. كمان وفرت ملعب الأهلي في كل وسائل الراحة للجماهير، وحطت خطط كتيرة جدا وكبيرة لإسعاد الجميع. لسه برضو هنستنى منهم الكتير في الفترة القادمة إن شاء الله، بس دلوقتي خلينا نروح لكلمة المهندس محمد أبو طالب، النائب التجاري للشركة المصرية للاتصالات وي. شكرا يا هوندي، انت لخصتي اللي انا كنت عاوز اقوله صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، السيدات والساده الحضور الكرام، بدايه انا احب اهني مجلس اداره نادي الاهلي واللاعبين وجماهير القلعه الحمراء وشركه استادات على اطلاق استاد الاهلي وي السلام، واللي بياكد شراكتنا العملاقه والناجحه باذن الله مع النادي الاهلي. قلناها في كذا مؤتمر ان الرعايه مش مجرد علامه على قميص نادي الاهلي، واختيارنا لشعار وي معاك يا اهلي والحمله اللي كنا عاملينها والشعار اللي عاملينه بتاكد الشراكه دي، وده نابع من استراتيجيه الشركه تبعتها من اول بدايه الشراكه، ومستمرين ان شاء الله في تنفيذها، وان شاء الله مستمرين في المفاجآت. شركه استادات عارفه احنا محضرين ايه في الفتره الجايه ان شاء الله، وان احنا نبقى بجد ورا النادي الاهلي في حاجات فعاله وحاجات تعجب الجمهور والنادي الاهلي. ورعايتنا للنادي الأهلي بشكل خاص ورعاية الكرة المصرية بشكل عام بنعتبرها هي الرعاية الأهم في تاريخ شركة عريقة وقديمة زي المصرية للاتصالات، ومن خلال دورنا إن شاء الله ده هنقدر نقدم قيمة مضافة للكرة المصرية والرياضة المصرية والنادي الأهلي إن شاء الله. مرة تانية أبارك على الحفل الجميل ده وأشكر شركة استادات، وألف مبروك للنادي الأهلي. شكراً.